توريزم، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا محبين تركيا والسياحه بتركيا. تابعونا اليوم بفيديو جديد رح نتعرف على مركز تسوق كامل متكامل، حلو كثير ومميز ومنطقته احلى منه لسه. يلا نتابع الفيديو ونعمل لايك وسبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد. اليوم رح نتعرف على كثير قصص بتخص هذا المول. رح نتعرف اول شيء على موقع المول وطريقه الوصول له، رح نتعرف على المتاجر والبراندات الموجوده هون لانه مول للتسوق بجداره، رح نتعرف كمان على المطاعم الموجوده هون لانه في عنده تشكيله مطاعم مميزه داخليه وخارجيه، في شغلات كمان هلا بنشوف شو بنكتشف بنخبركم. عبارة عن مركز تسوق ومجمع سكني بنفس الوقت، واقع بوحدة من أهم وأحلى وأرقى المناطق الموجودة باسطنبول، منطقة آيا زا مصلح. طيب نحن كيف فينا نوصل لمول واري اسطنبول؟ إذا كنا نازلين بتقسيم بيبعد عن تقسيم مسافة 20 دقيقة بالسيارة، وإذا حبينا نجي بالمترو فينا ناخذ خط M2 من محطة تقسيم وننزل بمحطة صناعية. محطة صناعية فيها باصات مباشرة للمترو، باص 47L، وفيكم تاخذوا كمان مترو مباشرة للمترو، مباشرة للمول، مباشرة للمول واري اسطنبول 47L، أو فيكم تاخذوا من محطة صناعية مترو متوجه فورا لوادي اسطنبول بيوصلكم للمول وللمشروع كمان وهي المحطة. مول وادي اسطنبول لازم يكون ضمن الليست مراكز التسوق اللي بدكم تحطوها لما تجوا لاسطنبول، لانه فعليا هو مركز متكامل، يعني فيكم تجوا لهون تتفسحوا وتغيروا شكل، تتسوقوا ويلعبوا الاطفال، وكمان تاكلوا بمطاعم اكله طيب وشغلاتها حلوه وقعداتها ظريفه. بما انه هو مطل على غابات فاله حديقه كثير حلوه، هلا بدنا نورجيكم اياها من برا لانه قريب من بلغراد مثل ما حكيت لكم، وفيه كمان صاله العاب كثير حلوه ومميزه وفيه شغلات حلوه هلا رح نشوفها كمان. هلا قبل ما تسافروا ما بتجهزوا هيك قائمه للمحلات اللي بدكم تروحوا عليها بالمدينه اللي رح تسافروا لها؟ طيب مول وادي اسطنبول لازم يكون ضمن هي القائمه بمراكز التسوق اللي لازم تزوروها، لانه فعليا فيكم تقضوا يوم كامل تستمتع كل العيله من مطاعم لمتاجر لصاله العاب اطفال. صاله الالعاب كثير حلوه ومميزه، مطاعمه تحت كمان في لها اعداد كثير حلوه لانه عنده حديقه خارجيه، هلا رح نشوفهم سوا. شغلة عن التسوق، جيتكم لهون ممكن تسكر حاجتكم بالتسوق بشكل كامل باسطنبول، لأنه هون في براندات غالية وبراندات تركية عادية، حتى البراندات العادية مثل LCYKK مثلا هي براند تركية عادية، لكن المتجر الموجود بوادي اسطنبول بضاعته مميزة وفيها تشكيلة كتير حلوة وغريبة ما أنا موجودة بمكان تاني، خذوها هي تب. اوكي رح نحكي انه الفود كورت صاير بالطابق قبل الاخير، لانه الطابق الاخير فيه صاله الالعاب الضخمه اللي حكيت لكم عنها. بالفود كورت في شيء بيميزه هو شيك شاك، ما بعرف اذا بتعرفوا، بس هو حدا بيعمل برجر كثير طيب، لازم تكونوا بتعرفوا. بتعرفوا لسه نصور صاله الالعاب، وهون في سينما حتى. هذا المحل ببيع سينابون كثير طيب كثير طيب، بس انا بالدايت لهيك ما رح اكل للاسف، يعني عودتكم اني اجرب كل شيء بالفيديوهات، بس هذا السنابون كثير طيب، بس تجوا على وادي اسطنبول جربوه. وادي اسطنبول هي واحدة من أكبر وأجمل الصالات الموجودة، أنا أولادي شخصياً إذا خيرتهم وين بتحبوا تروحوا صالة ألعاب بيقولوا لي وادي اسطنبول ماجيك وورلد، تعالوا نشوفها من جوا.
تاني من ماجيك وورلد شكله للعمر الكبير للكبار إلنا. كتير اطلالة حلوة للفود كورت، خلينا ناخذها. نعمل جولة برا ونورجيكم المكان بشكل عام، إطلالة الحديقة والمطاعم الخارجية. تتذكروا بالفيديو تبع مول فورم اسطنبول اللي اعطيناكم فيه تيبس عن التسوق، شو حكينا لكم؟ لا تصرفوا داخل المول، لا تصرفوا داخل المول عملات لأنه كتير السعر كتير عالي. هلا نحن بالإطلالة الخارجية أو بالمكان الخارجي المفتوح لوادي اسطنبول، مول وادي اسطنبول مثل ما خبرتكم في كمان مجمع سكني حده وفي له كثير مطاعم مفتوحة، رح نخبركم هلا عن أسماء وبراندات المطاعم اللي موجودة هون وأي واحد بننصحكم فيه، في بارك لقدام خاص كثير حلو خاص بالمول يعني، ومكان كله طبيعة يعني بياخذ العقل، هذا المول فعلا كثير مميز بإطلالته وبمكانه وموقعه كثير بياخذ العقل، هون في نافورة كمان بيشغلوها على الموسيقى بتطلع كثير حلوة، يا رب على حظنا نشغلوها اليوم. المطاعم اللي برا في تشكيله كتير كبيره، منها هوكا باز هذا المطعم المشهور اللي وين ما رحتوا بتلاقوا، وفي مطعم انا رح انصحكم فيه كاكل تاكلوا فيه اكل كتير طيب، انا جربت الاكل عنده هو السرايمو اللي بجسه، كتير اكله طيب، بيعملوا شغلات رائعه بصراحه، خصوصي فرع وادي اسطنبول من جوا كتير كبير وفي عندهم خيارات اكل تاخذ لعقل، الاكل وحلويات جربوا عنده. بفيديو التوب 5 تتذكروا خبرناكم عن مطعم هوكا باز، في له فرع بأورتا كوي، طبعا هو في له كتير افرع بكتير اماكن بس نحن حكينا عن فرع أورتا كوي بفيديو توب 5 للمطاعم اللي خبرناكم عنها بهذا الفيديو الحلو كتير اللي اكلنا فيه كتير موجود هون بالزاويه. مراكز التسوق بشكل عام هي دائما الخيار اللي بينبسط فيه الكل ولازم ما تروح ابدا من برنامجنا السياحي، يعني لما بنجي لهون رح ينبسطوا الكبار والصغار، تخيلوا لما تخلصوا تسوق وتقعدوا تتغدوا بواحد من هي المطاعم يلعبوا الاطفال بهذا البارك، خصوصا المساء هون بيصير الطقس كثير حلو، الاعداد المسائيه بتاخذ لعقل، حتى اذا كنتوا بدكم تجوا لهون تمشايه وعم بتخططوا لجيتكم لاسطنبول مثلا ما بدكم تقعدوا بمنطقه مثل تقسيم، هدف جيتكم الاساسي هو التسوق، مثل ما خبرتكم هون فيكم تدخلوا تتسوقوا وتسكروا كل احتياجاتكم بالتسوق، ففيكم تختاروا واحد من الاوتيلات المحيطه بوادي اسطنبول، المنطقه هون ملانه اوتيلات وكلها 5 ستارز لانه المنطقه مثل ما خبرتكم كمان قبل شوي انه هي واحده من اهم وارقى المناطق في اسطنبول، فالاوتيلات هون راقيه مميزه واداتها حلوه، واذا بدكم نحن نساعدكم بهذا الموضوع اكيد ما عليكم الا تتواصلوا معنا ونحن جاهزين لكل شيء. زايد وزني على الاكل بالفيديوهات فيديوهات اليوتيوب خاصه لانه كل محل بدنا نروح عليه بدنا نجرب اكل عشان مصداقيه الفيديو بتعرف، فهون في زولا برجر وانا مستحيل امرق من هون ما انصح المتابعين انه يذوقوا زولا برجر، وعملنا عنه فيديو ريل على السوشيال ميديا على الانستغرام، فهي زولا وهي انا وهلا قاعدين يعني عم نطلع ببعض، ف ممكن امرق بدون ما اجرب زولا ولا اعمله اليوم هيك تضحيه ما اكل، والله ما بعرف انا كثير محتاره بصراحه، يعني لو كنتوا محلي شو كنتوا عملتوا؟ انا بموضوع ضبط النفس والاراده القويه عند الاكل ما معي مزح. القسم الخارجي من مول وادي اسطنبول مثل ما لكم شايفين القسم الخارجي كمان فيه مطاعم وفيه براندات عالمية مشهورة أكثر من البراندات الموجودة جوا، جوا موجود ماركات محلية أكثر، برا في عنا فاكو، فيرزاتشي، ولاكوست، شيء من هذا النمط، ففعليا جيتكم لهون رح أسكر احتياجكم بالتسوق بشكل كامل. وهذا هو اليوم وادي
وادي اسطنبول او وادي التسوق، وادي المطاعم، وادي الاكل الطيب. فعليا لما بتجوا لهون رح تعيشوا كل هاي الاجواء الحلوه. نحن اليوم تعرفنا على كل التفاصيل موجوده بوادي اسطنبول، واللي بتهم اي سائح ناوي يزور اسطنبول قريبا، وحط وادي اسطنبول بين الخيارات اللي بده يزورها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تدعمونا وتدعموا صفحاتنا على جميع منصات التواصل الاجتماعي وخاصه على اليوتيوب. لايك وسبسكرايب، وتخبرونا رايكم بهذا الفيديو بالتعليق، وتنتظرونا بفيديو قادم. باي باي. هلا بالسبيلات. شكرا. أنا هلا عجبك.